خدودك طايحة مثلا، طبعا لما تطيح الخدود شو يصير؟ هذا خط الابتسامة يزيد، خط الحزن يزيد، الخدود تطيح، ممكن تبين هالات شوي، يعني هذه تقدم العمر، يعني nothing we can do about it يعني، ولكن يعني ما نقدر نوقف لا العمر. تحط ولا لا تستخدمين كريمات، لا تفرين على الصيدليات يعطونك كريم هذا يحفز الكولاجين يرفع الخدود. ما راح نقدر نحل الموضوع عن طريق شد الوجه. طبعا مو الجراحي، غير الجراحي، في ابر تشد الوجه، منها الفيلر العادي مع الملاءة، في ابر سكالبترا وغيرها، يعني ابر الكولاجين والامور هذه كلها، في حلول كثيره ان شاء الله. كل شخص يختلف عن الشخص الثاني، لكن اذا خطوط طايحه لا تحطين، لا تستخدمين كريمات، لا تفرين على الصيدليات يعطونك كريم هذا يحفز الكولاجين يرفع الخدود. ما راح، غير الحقن ماكو يعني.